السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أحبابي إخواني وأخواتي، أسأل الله جل وعلا أن تكونوا في أحسن حال. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لطاعته والعمل على مرضاته إن شاء الله تعالى. ستكون هناك برامج بإذن الله عز وجل نافعة، وأمسيات ليلية إن شاء الله تعالى نافعة، سواء من الدار البيضاء أو من الرباط، أو ربما تكون كذلك من مراكش إن شاء الله تعالى في هذا رمضان إن شاء الله تعالى. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لطاعته والعمل على مرضاته. أحبابي وإخواني وأخواتي، ما هي السؤال الأول؟ ما هي الأسئلة التي تروج أو تجول بخاطركم وفي عقولكم تريدون الإجابة عنها بإذن الله؟ لا شك أنها كثيرة، لكن يصعب علي أن أتابع الأسئلة لكثرتها، لا عد لها. سبحان الله، الناس تحتاج إلى معرفة أشياء كثيرة لها علاقة بالرقم المغربي بن عم ربيع، ولها علاقة بالمنهج، لها علاقة بواقع العلاج، لها علاقة بالسير في العلاج، لها علاقة بالعمل الجمعوي، لها علاقة بأشياء كثيرة بفضل الله سبحانه وتعالى. اكتب الآن سؤالك، اكتب يا أختي الآن سؤالك بإذن الله تعالى، وإن شاء الله أرى هل سأجيب عنه من خلال مقطع أسجل فيه هذه الليلة، أو يكون من خلال بث مباشر. وما هو رأيكم؟ يسجل بإذن الله عز وجل ثم يوضع على القناة، أو يكون عن طريق البث المباشر من خلال قناتي على اليوتيوب. هذا أول يعني أمر أبين لكم إن شاء الله تعالى، حتى أكون قريب منكم من ناحية المعرفية والثقافية والدينية، وكذلك المحبة والأخوة إن شاء الله التي جمعتنا ولا زالت تجمعنا وستبقى إن شاء الله تعالى. الأمر الثاني هو، ما هي البرامج التي تفكرون فيها في رمضان؟ ما هي أفكاركم بالنسبة لرمضان؟ رقية شرعية، أسئلة أجوبة، مشاكل اجتماعية نفسية سلوكية أسرية، أشياء كثيرة لا بد أن نقف عليها حتى نخرج إن شاء الله تعالى في هذا الشهر بمنافع كثيرة، وكذلك من خلال كورونا بإيجابيات كثيرة بإذن الله عز وجل. فمهما علت الصعاب والمصائب، فاعلم أن رحمة الله عز وجل عظيمة، وهو أرحم بك من نفسك، وأرحم بك من أمك التي ولدتك، هو الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. واعلم أن ما أصابك ما كان ليخطئك، فارضى بقسمة الله، وارضى بحكم الله وبقضاء الله وقدره، وارضى بما شرعه الله سبحانه وتعالى، تكون أسعد وأغنى الناس بفضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يلبسنا لباس الرضا والقناعة والعفو، وأن يلبسنا الله جل وعلا لباس العزة والرفعة في الدارين، وأن يقرب منا الخير والأخيار، وأن يصرف عنا الشر والأشرار. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم آمين آمين. أحبكم جميعا في الله. أنتظر الآن بإذن أسئلتكم حتى أطالعها بإذن الله جل وعلا وأطلع عليها، وستكون الجواب والإجابة عنها إن شاء الله هذه الليلة، إما عن طريق تسجيل أو عن طريق بث مباشر بتوفيق المولى جل وعلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا أفكاركم مهمة بالنسبة لرمضان، الأفكار البرامج إن شاء الله تعالى بالنسبة كذلك لرمضان، حتى نضع برامج إن شاء الله تعالى هامة، وأحب أن تكون متنوعة إن شاء الله تعالى. فنظركم، إذا أردنا أن نعالج القضايا الاجتماعية ما هي؟ الأسرية ما هي؟ النفسية ما هي؟ العلاجية ما هي؟ وهكذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.